التحولات الكبيرة موجودة فتحت هوامش. نعم. زمان بكري كان هناك القطبية الأحادية، أمريكا مسيطرة على كلش. نعم. الناس ما عندهمش وين يروحوا. نعم. الآن أمريكا والغرب يتراجعوا. نعم. وهناك قوى دولية وإقليمية راهي تصعد. نعم. هذه فتحت هوامش. الدول القوية الجادة اللي تمشي على استشراف، تمشي على بصيرة، ستستطيع أن تستغل هذه الهوامش. نعم. من أجل أن تنهض هي الأخرى. الدول للأسف الشديد التي لا تستطيع أن تستشرف ولا تسير وفق قواعد الحكم الراشد ستصبح ساحة معركة. نعم. ستصبح وقود بين هذه الدول. يعني نحن نتمنى. نعم. إن شاء الله أن بلدنا بإذن الله تعالى يكون من الدول التي تستشرف، التي تذهب إلى خلق جو التدافع الحقيقي، الديمقراطية الحقيقية، من أجل التنمية الاقتصادية الحقيقية، من أجل الرقابة على الشأن العام، من أجل حسن تسيير الموارد البشرية والمادية، من أجل نهضة الجزائر، لأن الجزائر بلد كبير، الجزائر بلد يعني له إمكانات وقدرات كبيرة بشرية وجغرافية ومادية، بإمكانه أن ينهض، وهذا يتطلب منا جهد كبير جميعا إن شاء الله. شكرا. استشرافكم أنتم على مستوى الحركة سياسيا. إحنا كحركة. نعم. حركة مستقبلها بإذن الله تعالى، لأن نحن نسير وفق قواعد الحكم الراشد.